إلى غرفة أبي، قصة لقائي بالآب الذي أصبحت ابنه. توني فرانسيس. استمتع وأنت تقرأ خيال الحقيقة وحقيقة الخيال في هذه القصة الصغيرة النبوية الإبداعية التي ستخطفك إلى أبعاد جديدة مثيرة ومجيدة. التالي: هذا أول ما سمعته قبل أن تتم دعوتي للدخول إليه، وفيما أنا داخل برهبة وحماسة رأيت ولدا يخرج من الباب في حالة من الانخطاف لشدة فرحه المجيد. كان فرح وجهه أجمل دعوة تلقيتها بعد ذلك الصوت الرائع. لم يستطع الولد أن يتحدث معي، لأنه لو فعل لأفسد حميمية وفرادة هذا الاختبار علي، ولأنه على كل حال سيعجز عن وصف ما شاهده وسمعه واختبره، أو بالأحرى من شاهد وسمع واختبر. لم ينظر وراءه وكأنه يريد العودة مجددا، فقد أشعرني أن ما اختبره في الداخل أصبح في قلبه حقيقة يستطيع العودة إليها حيثما كان، وكأنه امتلك سرا كنت على وشك أن أمتلكه أنا أيضا. شعرت أن هذا الولد أخ لي، وأن من كان معه في الداخل هو أبي الذي لم أتقابل معه قبلا. وقفت أمام باب كبير جدا، وشعرت أن هذا الباب حي. لفتني ما كان مكتوبا على سجادة الترحيب التي كنت واقفا عليها، ولكن قيل لي ألا أبوح الآن بهذه الكلمات الثلاثة. بدت لي وكأنها مفتاح السر، وأن لا أحد يأتي إليه إلا بها، فحفظتها جيدا في قلبي كي أستطيع الدخول مجددا متى أردت هذا لاحقا. وفيما أنا أفكر بكيفية فتح الباب، لأن مقبضه كان عاليا جدا علي، رأيت المقبض ينزلق نحوي ليصل إلى مستواي. لم أعلم كيف حدث هذا الأمر، ولكن أعتقد أن جوعي وشغفي الشديد وحماسي للدخول إليه سهل علي فتح الباب. عند الدخول سمعت صوت نغم جميل آت من الخلف، وعندما ركزت عليه لشدة ما أعجبني سمعته يناديني باسمي ويدعوني، فقال لي: أنا حارس هذا الباب وقد غنيت أسماء كثيرة جدا قبلك، اسم تلو الآخر وليس معا، لأن هذا ما أمرني به من يسكن في الداخل. فسألته: من فضلك قل لي من يسكن في الداخل؟ فتعجب لعدم معرفتي بمن يسكن في الداخل، غير أنه تحمس جدا وعلى صوت لحنه وقال: هيا هيا ادخل، لا تضيع الوقت، فأنا ظننتك تزوره مجددا وليس للمرة الأولى. فسألته: كيف قلت لي أنك حارس هنا ولم تعرف أنني لم أزره قبلا؟ فسمعت صوت ابتسامته وغنى لي موسيقى رائعة تحمل جوابه على سؤالي: كل من يراه يتغير يتحول يتبدل، كيف لي أن أعرف؟ الكل صار جديدا جديدا. فكرت في قلبي: يا إلهي، هل فقدت صوابي؟ فأنا أتكلم مع النغم، أو لربما أحلم، غير أن هذا بدا لي حقيقة حقيقة.
حتى جوابي صار مثله. وفيما أنا أفكر بسلبية عنه، سمعت لحنه يتشوش ويفقد قدرته على الغناء الصحيح، فعلمت أنني السبب واعتذرت منه لهذه الإساءة. فقال لي: لا بأس، ولكن ما حصل هو طبيعي، لأن هذا المكان مبني فقط على المحبة النقية، مثل من يسكن في الداخل. فتعلمت أن كل مرة لا تصدر مني المحبة النقية أخلق تشويشا لي ولمن حولي. رغم أنني كنت متحمسا للدخول للقاء من يسكن في الداخل، إلا أنني لم أستطع الإسراع في الدخول، لأنني كنت أريد بشدة أن أطرح سؤالا بعد على هذا النغم. فسألته: كل لحن يصدر من عازف ما ومن آلات معينة، من هو عازفك؟ هل قلت لي من فضلك؟ لأنك أعجبتني جدا. فقال لي: الآن يمكنك الدخول، لأنك لم تتوقف عند جمال الخليقة بل سألت عن خالقها. أنت الآن بأمان للدخول، لأن كل ما ستراه من مجد وبهاء سيقودك للتعرف على خالقها أكثر وأكثر. فكل شيء يحدث عنه، وأنت فهمت هذا جيدا، فلا خشية عليك من أن تأسرك هذه الأمور المخلوقة. أقول لك هذا لأنني رأيت كثيرين قبلك يتعلقون بمجد الخليقة، وتضيع أيامهم بل وتسرق منهم دون أن يتسنى لهم التعرف على المصدر. فهناك فرق كبير بين أن تستمتع بما خلقه لك وأن تتعلق بها. وبطرفة عين، بعد أن سمعت هذه الكلمات الحكيمة من هذا النغم، طار بي إلى حضن شخص عظيم وتركني معه وأقفل الباب. سمعت الصوت يقول بقوة شديدة وكأنها رسالة شديدة اللهجة وعالية ليسمعها الجميع: الرجاء عدم الإزعاج. لم أسمع في حياتي بغيرة العلاقة الحميمة النارية تجاهي، فأنا لم أختبرها قبلا، وما اختبرته مما يسمى بالعلاقة الحميمة كان مشوها ومؤذيا جدا لي، ولم يصدر عن محبة نقية تجاهي. كان هذا الكائن الذي جلست في حضنه يريدني بشدة رهيبة، علما أنه لم يقل لي هذا، ولكن أن يجعل عرشي في حضنه كان هذا أبلغ من أي كلام. يا لها من دعوة، يا له من مكان للراحة. كنت أريد أن ألتفت لأنظر وجهه فأعلم من هذا الذي يحبني هكذا. فرأيت مقابلا له عرشا يجلس عليه حمل مذبوح، وقد تحول ليصير رجلا. فسمعت صوت الكائن الذي كنت جالسا في حضنه والذي كنت أريد رؤيته بشدة يقول لي: انظر هذا الرجل، فهو ضياء مجدي وصورة جوهري. فقلت في نفسي: لابد أن يكون هذا ابنه، لأن الأبناء يخبرون الكثير عن أبائهم. فابتسم لي هذا الرجل، وأنا أحببته وأغرمت بلطفه الشديد من النظرة الأولى. ولأن هذا الرجل كان جالسا مقابل هذا الكائن الذي ما برحت من حضنه، نظرت إليه فرأيت انعكاس أبيه في بريق عيونه، وعلمت أن هذا الابن متناغم بوحدة فائقة مع شكلي وحركة أبيه،
وأنه لن يفوتني شيئا عن أبيه ما دمت أنظر إليه. أسرني جدا حب هذا الابن لأبيه، فهي محبة لا توصف. لم أرى في حياتي أبا وابنا مرتبطان بعلاقة وطيدة كهذه، لا تنقطع نهارا وليلا. العشق الجنوني الواحد للآخر، الفهم العميق والتواصل الممتع الممزوج بالوحدة، بالطاعة، بالتواضع، بالاحترام وبالمحبة. كل هذا لا يمكن أن يكون بشريا، أرضيا، ماديا. غمرني إحساس بالغيرة الشديدة عندما أخذ هذا الرجل الحمل يخبرني عن قصصه مع أبيه ومغامراته التي لم يراها أحد ولم يسمع بها إنسان ولم تخطر على بال بشر. فكم أردت بشدة أن أدخل في هذه العلاقة وأن أعرف الآب كما يعرفه الابن. كان كل شيء في ديارهم يخدم علاقتهم. صمم الآب كل شيء، وكانت علاقته مع ابنه ضمن تصميمه في كل ما خلقه. خلق الحدائق العظيمة ليس لحبه لها فقط، بل ليتمشى فيها مع ابنه. أما ثمار الأشجار فخلقها ليشاركوا الطعام معا وهم يناقشون أمورهم. كل شيء كان يخدم علاقتهم. بعد أن عينت محبة هذا الآب الغير المشروطة لابنه، وبعد أن رأيت المجد الصادر من وجه هذا الابن في محضر محبة أبيه، فقدت السيطرة على ذاتي، وبعنف شديد ومن أعماق قلبي صرخت: اجعلني ابنا مثله الآن. وفي الحال شعرت أنني لم أعد في حضن الآب، فخفت جدا أن أكون قد تصرفت بغير لياقة، فربما ما كان ينبغي علي أن أطلب هذا الأمر. غير أن ما رأيته قد صدمني حقا. رأيت النغم آتيا من بعيد حملني وطار بي إلى حضن الابن، فصرت جالسا فيه، فأغمضت عيوني فورا. رغم جلوسي في العرش المقابل لهذا الكائن الذي لطالما أردت أن ألتفت لأراه، فصار قلبي يدق بسرعة شديدة. هبت نسمة على عيون المغمضة وفتحتهما لأنظره من صار أبي الشرع. فقال لي الآب: السبب الذي جعلني لا أسمح لك برؤيتي عندما كنت في حضني هو أنني كنت أريد بشدة أن أجعلك ابنا لي لتعيش معي دائما وتتفرس بنا كل الأيام. لم أشأ أن تعرفني أولا كخالق وكإله، بل كآب سماوي، لأنه في هذا البيت لا يسكن معي إلا الأبناء والبنات الذين أخذوا روح البنوة من ابن يسوع. فأنا آب خالق وآب إله وآب ديان، وكل كينونتي مبنية على هويتي كآب. أردتك أن تثبت في هذا الإعلان للأبد قبل أي شيء آخر. علمت لاحقا لما جلست في الابن عندما صرخت لروح البنوة أن يملأني، فهي الطريقة الوحيدة لرؤية الآب بوضوح. سفر الأمثال 38. كنت عنده صانعا مبدعا، وكنت كل يوم لذته أفيض بهجة دائما أمامه.